إرهاب العصابات المسلحة ومحاولتهم قتل إرادتهم بمنع وصول المساعدات الإنسانية، خرج أهالي حلب يعبرون عن غضبهم للحصار المفروض على مدينتهم، فكان رصاص الإرهابيين بانتظارهم. حصار خانق يحاول الإرهابيون فرضه على أهالي حلب الصامدين، لتتجلى تداعياته بمظاهرة في حي البستان تطالب المجموعات الإرهابية بمغادرتها والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليها، فما كان من الإرهابيين إلا أن أطلقوا الرصاص الحي على المواطنين. الوضع المعيشي المتدهور في حلب بسبب إرهاب المجموعات المسلحة دفع بمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع طارئ في دمشق وحث جميع الأطراف على ضمان السماح بمرور آمن لقافلة إمدادات متجهة إلى مدينة حلب في شمال البلاد، تحتاجها المدينة بشدة. لدينا قافلة ذاهبة مع هيئات الأمم المتحدة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي نتمنى أن تصل إلى حلب. اليوم المشكلة في حلب مشكلة إنسانية كبيرة، وفق التقارير التي وردت إلينا فإن هناك حصار بكل ما في الكلمة من معنى للإخوة المواطنين. أزمة غذائية حادة في أحياء حلب الصامدة، والتي تعمل الحكومة جاهدة مع الجيش العربي السوري لإصغال وتأمين ممرات آمنة بعيدا عن قبضة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقف بوجه كل عون بهدف كسر الإرادة الحلبية الرافضة لإرهابهم.